النشاط الاقتصادي مباشرة من قناة الجزائر الدولية، أهلا بكم. بداية، حققت الجزائر فائضا تجاريا تجاوز 5.5 مليار دولار خلال النصف الأول من السنة الجارية. أظهرت إحصائيات صادرة عن الجمارك الجزائرية تحول الميزان التجاري للبلاد من عجز تجاري بحدود 1.4 مليار دولار خلال السداسي الأول من السنة الفارطة إلى فائض بلغ 5.689 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام الجارية. المصدر ذاته ذكر أن نسبة تغطية الواردات والصادرات بلغت خلال هذا السداسي أكثر من 128% مقابل نحو 93% خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. هذا وتجاوزت صادرات الجزائر خارج المحروقات 3.5 مليار دولار خلال السداسي الأول من 2022، ما يمثل نصف الهدف المستطر خلال العام الجاري لبلوغ 7 ملايير دولار. إلى ذلك، عززت الصين مكانتها كأكبر ممول للجزائر خلال السداسي الأول من السنة الجارية بارتفاع حصتها من واردات البلاد إلى أكثر من 16%. تمكنت البرازيل والأرجنتين من الارتقاء إلى المركز الثالث والرابع ضمن قائمة أهم الشركاء التجاريين للجزائر بعد فرنسا التي جاءت في المركز الثاني بحصة لم تتجاوز 8% من إجمالي واردات الجزائر خلال النصف الأول من العام الجاري. في المقابل، احتلت إيطاليا صدارة أكبر زبائن الجزائر بحصة قربت 22% من إجمالي صادرات الجزائر منذ بداية العام الجاري، متبوعة بكل من إسبانيا وفرنسا في المركز الثاني والثالث على التوالي. أعلنت سوناطراك الجزائرية عن تحقيق 3 اكتشافات جديدة، من بينها اكتشافان للغاز اعتمادا على مجهودها الخاص، وكذا اكتشافا للنفط بالشراكة مع شركة إين الإيطالية. بيان عن الشركة أوضح أن الاكتشاف الأول يتمثل في مكمن للغاز المكثف برقعة البحث عين أميناس 2 بحوض إليزي بمعدل تدفق خلال الاختبارات تجاوز 0.5 مليون متر مكعب من الغاز يوميا. تم الاكتشاف الثاني من طرف سوناطراك وشريكها إيني بعد حفر بئر استكشاف في رقعة البحث سيف فاطمة 2 الواقع في المنطقة الشمالية من حوض بركين، وخلال اختبار الإنتاج أنتجت البئر 1300 برميل يوميا من النفط و51 ألف متر مكعب من الغاز يوميا. كما سجلت سوناطراك نتيجة إيجابية ثالثة أثناء حفر بئر ترسيم تمزايا في رقعة أبحاث تاغيت في
في حوض بشار. تحتضن الجزائر الخميس المقبل اجتماعا ثلاثيا مع نيجيريا والنيجر لتسريع تجسيد مشروع مد خط انابيب الغاز الحابر للصحراء. كشف وزير البترول لنيجيريا تيمبيري سيلفيا عن برنامج زيارة له إلى الجزائر للمشاركة في أشغال اللقاء الثالث لكل من وزير الطاقة والمناجم الجزائري إلى جانب وزير الطاقة والطاقة المتجددة للنيجر، سيخصص لوضع اللبنات الأولى لهذا المشروع بهدف تجسيده في أقرب الأجال. كان سيلفا قد كشف في 6 مايو الماضي عن شروع بلاده في مد خط أنابيب الغاز العابر للصحراء بما يمكنه من نقل 30 مليار متر مكعب من الغاز إلى أوروبا. تعتزم شركة غاز بروم روسية خفض التدفق اليومي للغاز إلى ألمانيا عبر خط أنابيب نورستريم 1 اعتبارا من الأربعاء المقبل. شركة الغاز الروسية وفي بيان لها أعلنت عن توقيف تشغيل توربين آخر لشركة سيمنز يستخدم في محطة بورتوفايا في خط الأنابيب السيل الشمالي 1، وذلك بسبب أعمال صيانة. أشارت الشركة الروسية إلى أن إمدادات الوقود الأزرق عبر نورستريم 1 لن تتجاوز 33 مليون متر مكعب يوميا اعتبارا من 27 جويلية الجارية. وصفت وزارة الشؤون الاقتصادية وحماية المناخ الألمانية خفض إمدادات الغاز عبر خط أنابيب السيل الشمالي 1 غير المبررة تقنيا. أفادت قناة إن تي في الألمانية عن ممثل وزارة الاقتصاد الألمانية تأكيده عدم وجود أسباب فنية لتقليص الإمدادات، وذلك ردا على أنباء عن الخفض الإضافي من جانب غازبروم لإمدادات الغاز عبر نورستريم 1. وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على خطة طوارئ لتخفيف تأثير التوقف الكلي المحتمل في إمدادات الغاز الروسية. أفادت وكالة الأنباء الألمانية نقلا عن دبلوماسيين في وقت مبكر من صباح الثلاثاء أن الخطة تنص على خفض طوعي بنسبة 15% من استهلاك الدول الأعضاء من الغاز الطبيعي بين الفاتح أوت المقبل إلى 31 مارس القادم، على أن يتم إنشاء آلية لإطلاق حالة تأهب على مستوى التكتل في حالة حدوث نقص واسع النطاق في الغاز وتنفيذ أهداف ملزمة للاقتصاد في استهلاك الطاقة. ومن المقرر أن تبدأ عملية الموافقة على الخطة المنقحة في وقت لاحق الثلاثاء في اجتماع خاص لوزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي. هذا واتهم رئيس الأوكرانية فولوديمير زيلينسكي روسيا بشن ما أسماه حرب الغاز ضد أوروبا تعليقا على إعلان شركة غازبروم الروسية خفض تدفق الغاز نحو أوروبا. زيلينسكي وفي خطابه الليلي أكد أن روسيا لن تستأنف إمدادات الغاز إلى الدول الأوروبية، وأن موسكو تتعمد استعمال إمدادات الطاقة كسلاح بهدف خلق الفجوة وإحداث الانقسام داخل التكتل الأوروبي على حد تعبيرها. إلى هنا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى الختام. لمزيد من الأخبار تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء. We'll be right back.